وتجاهل، يعني مهما حاولت تفت انتباهي فأنا لا أرى لا أسمع لا أتكلم. أكثر شيء يستفز السفيه في الحياة إنك تسفهه، ما تمنحه قيمة. إن جاه يدور عندك قيمة المشاكل ما يلقيها، إن جاي يدور عندك قيمة الاستنقاص ما يلقاها، إن جاي يدور عندك قيمة المشاكل أو التقليل ما يلقاها. ليه؟ لأنك أنت شاري راحة راسك. الحين أنت على قولت معرفتي لي هالبنت بناء على وجهة نظرك وعلى خبرتك معها، ليه أمنحها مشاعر؟ ليه أدخل معاها في هدك؟ ليه طول الحديث؟ ليه أسمح لغيرها أني تقري بالكلام أنها قالت عنك أنها غيرانة عنك؟ لا أحد يكلمني عنها ولا أتكلم عنها. الله يستر علي وعليها، إن جمعنا مكان فمضطرة أني أجاريها، ما جمعنا مكان ما أنا مضطرة أجيب طاريها. على كل حال، فحاولي من أختك أنك ما تحسين مثل ما هي شايفة نفسها محور الكون، حاولك ما تحسين أنها محور الكون عندك. الموضوع بيمشي، ترى عالم النساء مليان كيد، مليان مشاكل، حروب نفسية، ترى ما في مثل الراحة النفسية. ما أنت مضطرة تجارين كل واحد على، إذا ما أنت بخصائي نفسي يعني ما تبغي منها شيء، ما أنت مضطرة أنك تجارينها. التجاهل علاج أي إنسان ما هو مريح في حياتنا، وطبق المقولة هذه في حياتكم. الله يسعدك الله يسعدك. اعتزل ما يؤذيك، ترى الاعتزال مو شرط أني ما أطلع من بيتي وما قابلك، لا، ممكن أجي وأقعد معك وأحسك أنك ولا شيء في حياتي، ولا أمنحك لا قيمة عالية استفزاز، ولا قيمة حب عالية، ولا قيمة ترحيب عالية. أحسك أنك إنسان نادي. السلام عليكم. وعليكم السلام. دخلنا طلعنا انتهى الموضوع. ليه لازم دائما في مجالس النساء لازم في شخص مستفز، شخص مقهور، شخص مدقوق، شخص طالع انه فيه علة؟ لا، حاولي ان الحروب النفسية هذه ما تمارس عليك. الحسية المفرطة هذه خفي منها، لا تمنحين احد قيمة ما يستحقها. واخر كلمة انا دائما اقولها لكل الناس، لا تمنحين الناس قيمة لا يستحقونها. الله يعطيك العافية. الله يعافيكم. طيب آخر إضافة عشان أستقبل الشوق أو تي دي. السلام عليكم. الناس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمحي لي شوق، ترى حلو تكون علاقات دقيقة دقيقة عربية، يسعد وجهك. ترى حلو جدا، جميل جدا، رائع جدا إني أخلي علاقاتي مع الناس بالذات يعني خلني أقول مثلا خوات زوجي، أو خلني أقول الدرجة الثانية أو الثالثة في حياتي. ترى مرة حلوة الحدود في العلاقات، مرة حلوة، حلوة مرة مرة حلوة. فلانة حملت، فلانة ما حملت، فلانة تزوجت، لا يعني ترفع مرة حلو. يكون في رسمية، إذا في مواجيب وجبت، إذا في زيارة زرت، إذا في عيد عيت، إذا في مريض زرت، إذا في أحد مكسور عاديت وجبرت ورحت له. حاولوا على قد ما تقدرون يا ناس، لا تقربون أبدا، لا تقربون، إن القرب أحيان ممل، متعب، موجع. حلو العلاقات والحدود في كل شيء، حتى مع أقرب الناس لك. على فكرة لا تجرحني ولا أجرحك، لا تجي علي ولا تجي عليك، لا يهمني غصيتك ولا تهمك غصيتي. خلينا كذا العلاقة ودية لا أكثر ولا أقل. حياك الله شوق حبيبة قلبي. الله يحييك دكتورة. السلام عليكم. وعليكم دكتور. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. يعني أدخل في الاستشارة على طول دكتورة. أنا انفصلت من تقريبا 7 أشهر. في البداية صح يعني اشتغلت على نفسي أنه صراحة أنه أحاول أني أوصل لمرحلة التشافي بعد الطلاق بأسرع وقت، لأنه أكيد أني مريت في مراحل. يعني زوجي استمر 8 سنوات وكنت مقتنعة جدا بالانفصال، وانفصلت 8 أشهر. يعني حسيت يعني دحين 7 أشهر أنا لي منفصلة، و8 سنوات هو الزواج. بس أنا اللي انصدمت منه أني أنا كنت متوقعة أني وصلت لمرحلة التشافي التام، يعني ما أشعر ناحيته لا بغضب ولا بحب ولا بكره ولا بس دحين في الشهر الأخير هذا أنه صارت تجيني مشاعر، صارت طب مو أنا كنت أقول لنفسي أني لا أنا وصلت لمرحلة التشافي التام من هذه العلاقة. صار في حنين، صار في ما أدري شو أقول لك، صار في ذكريات، صار في أوصل لمرحلة البكاء. ما أعرف كيف أقيم نفسي، ما أعرف وين التشافي اللي أنا كنت أقول عنه. فهمتيني دكتورة؟ إيه فهمتك يا عيني. طيب تسمعيني يا شوق؟
يا دكتورة أسمعك الصوت واضح. طيب حلو، أبقولك بس نقطة مرة مهمة أنت قلتيها، هي اللي علمتني العلة وين من أختك. أنت قلتي تزوجت 8 سنوات العمر، قاعدة أحاول أتشافى وتوقعت أني تشافيت في 7 أشهر اللي هي مدة الانفصال. كلمة أني أتشافى بأسرع وقت ممكن، وأنت قلتيها نصا صح؟ صحيح. هذا هروب من أختك. أغلب اللي يعاني منه أي إنسان في الدنيا لما تجيه مشاعر يهرب منها، أو خبرة صادمة يهرب منها، أو قرار غير منطقي يهرب منه. مهما هربت بيجي يوم وتقعد مع نفسك خالي خاوي، وبتفكر وبتحزن وبتحسف وبتندم. المشاعر ما يحتاج لها هروب، القرارات ما يحتاج لها هروب. وش معنى حتى القرارات؟ أنت لما قلتي أنا اتخذت قرار الطلاق بكامل قواي العقلية وأنا مقتنعة وكنت أبغى الطلاق، ولكن للأسف لاحظت لما هربت للتشافي وتوقعت أني تشافيت في 7 شهور لقيت نفسي مثل ما كتبت نصا، حنين وذكريات وبكاء. صحيح؟ صحيح دكتورة. تعالي يا حبيبتي قلبي نهونها عليك. أول شيء إذا كان في مجال الرجعة، أسأل الله إن الله يتمم لكم على خير ويصلح ذات بينكم ويألف بين قلوبكم. إن كان ما في قرار رجعة أصلا مطلقا والموضوع انتهى، ولا في مجال للعودة ولا خيار لنا في العودة، فتذكري كلمتي، بدال ما تتذكرين وتتفرجين على الصور وتحنين وتبكين، تذكري قرارك أخذ على أي أساس. لو كان قرارك ونختك مبني على قرار، لو كان قرارك مبني على أسباب منطقية، فمهما عصفت بنا حنين الشوق والاشتياق والحب والحنين، أبرجع أقول لحظة، الورقة هذه، على فكرة هذه الورقة أنا دائما أقولها، الواحدة لما تتخذ قرار أو رجل لما يتخذ قرار ويكتب القرار والأسباب 1 2 3 ويكتبها ويغلفها حراري ويعلقها، الحنين يطق عليها الباب يقول السلام عليكم، يقول له وعليك السلام، انتظر دقيقة بس خلينا نشوف الطلبات شو مكتوب. مكتوب القرار المنطقي لما اتخذته عشان 1 2 3 هو اللي خلاني أدمر 8 سنوات من حياتي